من الحدود السورية التركية مع إبراهيم الإدلبي المستشار الإعلامي لفصائل جيش الحر في الشمال السوري. مساء الخير، أهلا بك معنا إبراهيم. انطلاقا مما ورد في هذا التقرير فيما يتعلق بالميدانيات وكون المدنيين رهائن للمفاوضات ورفض هذا الموضوع، كيف هو المشهد في حلب جديده ميدانيا وإنسانيا؟ طبعا على المستوى الميداني ما يزال معبر الراموسة مغلق حتى هذه اللحظة. الميليشيا الإيرانية وقوات الأسد متواجدة في منطقة الراموسة بعد أن البارحة قامت باستهداف المعبر بقذائف الهاون، أغلقت المعبر بشكل كامل بعد أن أفرجت أيضا عن 800 معتقل كانوا موجودين طبعا لديها بمنطقة الراموسة وسلبتهم كل شيء، أعادتهم إلى المناطق المحاصرة. لا جديد حتى هذه اللحظة بالأحياء الشرقية، فقط المعاناة تزداد من حيث قساوة الطقس، والمدنيين ما زالوا ينتظرون عند معبر الراموسة حتى تتكرم الميليشيا الإيرانية على الوفد الروسي والقوات الروسية بفتح المعبر حتى لا تضعها بموقف محرج وتخرج المدنيين من الأحياء الشرقية، وذلك بعد أن طالبت بتعديل نص الاتفاق من أجل إدراج إكفرية والفوعة مقابل المضايا والزبداني والسكان المدنيين في مدينة حلب. طبعا هناك كانت اجتماعات اليوم في الساعة 10 صباحا بتوقيت دمشق في منطقة الراموسة ما بين الوفد المفاوض من الطرف الإيراني ووفد من قبل قوات النظام وأيضا روسيا، إضافة إلى وفد آخر من طرف المعارضة. تم الاجتماع في منطقة الراموسة وقرروا إجلاء بعض المقاتلين من حزب الله وعوائلهم في منطقة كفرية والفوعة مقابل إعادة فتح معبر الراموسة لإخراج المدنيين المحاصرين في الأحياء الشرقية من مدينة حلب. طيب، أمس الرئيس الأمريكي اتهم نظام الأسد وحلفائه بشان هجوم وحشي على حلب وطلب بنشر مراقبين محايدين. أي انعكاس لهكذا اتهامات ومبادرات بمراقبة حيادية كما طلب أوباما على الأرض؟ أي انعكاس من قبل القوات المنفذة المتهمة، يعني النظام وحلفائه؟ طبعا بالنسبه لتصريحات اوباما البارحه، منذ انطلاق الثوره السوريه كان هناك تصريحات ناريه وهي مجرد ملاسنات اعلاميه، الاسد فاقد للشرعيه، يجب على الاسد ان يقعد، كلها مجرد تصريحات اعلاميه لا جدوى لها على الارض الا كدافع محفز حقيقه لقوات النظام والميليشيا المسانده له في سوريا من اجل ارتكاب المجازر اكثر بكثير. عندما لا ترى هذه الميليشيا هناك اي رادع دولي او حتى اي عقوبات دوليه في حقها فانها ستقوم بزيادة عدد القتلى في سوريا، بزيادة المجازر. تجلى ذلك في عدد من الوقت، إن كان في اجتماعات مجلس الأمن سابقا أو حتى في المفاوضات في جنيف، فقبل كل مفاوضات تقوم الميليشيا الحزب الله وقوات الأسد بارتكاب مجازر قبل بيوم أو في نهار يوم الاجتماع، مطنطنة ومطبلة في الاجتماع أنها تقتل بلا مبالاة وليست سائلة لا على المجتمع الدولي ولا على غيره. فهي بالحقيقة مجرد ملاسنات إعلامية وكلامية، ولا ننسى أن أوباما فترته ولايته قد انتهت، أي أن كلامه غير محسوب على الحكومة القادمة، حكومة ترامب، هي مجرد تبييض للصفحة قبل طيها في البيت الأبيض والانتقال إلى الإدارة الجديدة، إدارة ترامب. نعم، كمواطن إبراهيم اليوم كيف اختلف الوضع؟ يعني ما زلنا نشاهد طبعا معارك في حلب، إذا أردنا أن تصف لنا يوم مواطن حلبي ماذا تقول؟ طبعا بالنسبة ليوم واحد أو عدد بضع دقائق حقيقة تحت الحصار في الأحياء الشرقية، لو تحدثنا عن 123 يوم، في كل يوم يموت المواطن في اللحظة 1000 مرة، يعني حقيقة في كل لحظة يموت، وذلك جراء انعدام كل مقومات الحياة في الأحياء الشرقية المحاصرة، إضافة إلى القصف المتواصل الذي كان قبل الهدنة، عمليات الاشتباك، سكاكين ميليشيا حزب الله التي تحاوط المنطقة. هناك خيارين، إما الموت بعز وكرامة أو الموت تحت سكاكين ميليشيا حزب الله، لا خيار ثالث حقيقة قبل الهدنة، إما أن تموت بعملية الاشتباك أو أن تموت وأنت تنتظر تقدم ميليشيا حزب الله وقوات الأسد لأجل وضع السكاكين أو نصل السكين على رقبتك وذبحك. هذا ما تجلى في عدد من المجازر إن كان في حي الفردوس وغيرها. هناك معاناة حقيقية يعيشها المواطنون في الأحياء المحاصرة، إن كان من هول الرعب أو الحالة النفسية التي يعيشها، هم يشاهدون الموتى في الشوارع، يشاهدون طبعا يشاهدون الناس تحت الركام، فرق الدفاع المدني تقف عاجزة في النقاط الطبية عندما تشاهد الممرض يقف عاجز عن مساعدة مريضه، فقط يراقبه كيف يموت أمامه بصمت أو هو يتألم. فهذه اللقطات تكفي أو تكفي لأن يكون الإنسان على قدر كامل من فقدان الإحساس أو لا شعور جراء ما يحدث الآن في سوريا.
أنا أشكرك جزيلا على كل هذه المعلومات من الحدود السورية التركية، إبراهيم الأدبي المستشار الإعلامي لفصائل جيش الحر في الشمال السوري.